السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس، سنقوم اليوم بعمل مراجعة سريعة لقواعد مادة امتحان الشهر الأول، وسأبدأ أولا بمراجعة أنواع الجملة. السؤال الأول أعزائي الطلاب، عين جمع المذكر السالم في الجمل الآتية ثم نقوم سويا بإعرابه. أعزائي الطلاب، جمع المذكر السالم هو كل ما دل على أكثر من اثنين يكون بزيادة إما الواو والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالتي النصب والجر على المفرد المذكر. يرفع جمع المذكر السالم بالواو وينصب ويجر بالياء. الجملة الأولى، يبتهج الفلاحون لنزول المطر. الفلاحون هنا جمع المذكر السالم مفردها الفلاح، وإعرابها يبتهج فعل والفلاحون فاعل مرفوع علامة رفعه للواو لأنه جمع مذكر سالم. الجملة الثانية، الطلاب مجتهدون. الطلاب مبتدأ، مجتهدون خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مجتهدون هي الكلمة الدالة على جمع المذكر السالم. الجملة الثالثة، حكم القاضي بالسجن على المجرمين على حرف جر. المجرمين هي جمع المذكر السالم، إعرابه اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. ننتقل الآن إلى جمع التكسير. أعزائي الطلاب، سمي جمع التكسير بهذا الاسم لأنه يقوم بتغيير صورة المفرد عند جمعه، إما بإضافة حرف عند الجمع أو بنقصان حرف أو بإبدال حرف بحرف آخر، ويعرب جمع التكسير حسب موقعه في الجملة. العبارة الأولى، في البيت عدد من الأطفال. الأطفال هنا الكلمة الدالة على جمع التكسير، وهي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الجملة الثانية، أورقة الأشجار في الحدائق. الأشجار هي الكلمة الدالة على جمع التكسير والحدائق كذلك. العبارة الثالثة، اللون الأحمر من الألوان الجميلة. كلمة الألوان هي الدالة على جمع المذكر. والعبارة الرابعة، أضاء زيد مصابيح البيت. مصابيح هي الكلمة الدالة على جمع التكسير. ننتقل الآن إلى جمع المؤنث السالم. أعزائي الطلاب، جمع المؤنث السالم هو كل ما دل على أكثر من اثنتين ويكون بزيادة الألف والتاء على المفرد المؤنث. يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. سلمت المديرة الطالبات جائزة. الطالبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. سلمت على لاعبات الكرة. لاعبات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. جاءت المعلمات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. ننتقل الآن إلى الأفعال اللازمة والمتعدية. الفعل الذي يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة هو فعل لازم. أما الفعل المتعدي والفعل الذي لا يكتفي بالفاعل بل يتعدى إلى المفعول به لإتمام معنى الجملة. أولا، العبارة الأولى أو الجملة الأولى، يخطط المهندس الطريقة. هذا فعل متعد. ماذا يخطط المهندس؟ الطريقة يخطط فعل، والمهندس فاعل، والطريقة مفعول به. العبارة الثانية، تغرد الطيور في الصباح الباكر. تغرد فعل والطيور فاعل. هنا لا يوجد لدينا مفعول به، إذن هنا فعل لازم. والعبارة الثالثة، تملأ الأزهار الحدائق في الربيع. هنا فعل متعدي لوجود فعل وفاعل ومفعول به في الجملة. أعزائي الطلاب، سنبين الآن معنى إن وأخواتها. أولا، إن وأخواتها هي إن وأن وليت ولعل كأن ولكن. ثم نقوم بتحديد اسمها وخبرها في الجمل الآتية. إن العلم نور. إن حرف ناسخ من الحروف الناسخة يفيد التوكيد. العلم اسم إن منصوب بالفتحة، ونور خبر إن مرفوع بتنوين الضم. لعل الجو لطيف. لعل حرف يفيد الترجي، والجو اسم لعل منصوب بالفتحة، ولطيف خبر لعل مرفوع بتنوين الضم.
العبارة الثالثة ليت الحياة سهلة، ليت حرف يفيد التمني، والحياة اسم ليت وسهلة خبر ليت. والعبارة الرابعة كأن الدرس صعب، كأن تفيد التشبيه، والدرس اسم كأن وصعب خبر كأن. ويبقى لدينا لكن حرف يفيد الاستدراك. ننتقل الآن إلى بعض الجمل الإعرابية على إن وأخواتها. إن السماء صافية، إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السماء اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وصافية خبر إن مرفوع بتنوين الضم. العبارة الثانية إن المهندسين ماهرين في عملهما. إن أيضا حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المهندسين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وماهران خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى بعض الجمل الإعرابية الأخرى. ليت العاقلون كثيرون، ليت حرف نصب وتمني مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. العاقلين اسم، ليت منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وكثيرون خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. كأن الطرقات واسعة، كأن حرف نصب وتشبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الطرقات اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. واسعة خبر كأن مرفوع علامة رفعه تنوين الضم. أشكركم طلاب الأعزاء على حسن الاستماع. ألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.